مرحبا. اليوم حنتابع بليكشر تاني بتحكي عن انواع الريليشن بالاكسس. لاحظوا بالاكسس في عندي ثلاث انواع ريليشن، عندي ال one to many، عندي ال one to one، وعندي ال many to many. شو الفرق بينهم؟ ال one to many ريليشن هي ريليشن بتنعمل بين اثنين تيبل. باول تيبل في عندي انا البرايمري كي، بعمل ربط مع فيلد تاني بتابل تاني. الشرط الاول بده يكون انه اول تابل اول فيلد هو برايمري، تاني فيلد بتاني تابل هو فيلد عادي بسموه ريليتد كي. لوضح الفكرة اكتر، يعني هيدا عندي ملف بيحكي عن كلاينت، اسماء الزبائن عندي هون، رقم زبون، سينام، تليفون، ادرس. اوكي، بالتابل تاني في عندي انا الانفويس، الفاتورة، بحكي عن رقم الفاتورة، رقم الزبون اللي اخذها، الايتم، البضائع اللي انا سجلتها او اشتريتها، كوانتيتي، عددها، يو برايس، سعر القطعة، والتوتل، المجموع. يعني هون صار في عندي ملف للزبائن اللي عندي بهالمؤسسة، وعندي هون الفاتورة اللي كل زبون اخذها، لقدر انا اوزع واعرف كل شخص شو اخذ فواتير. لازم انا اعمل ريليشن بين ملف الكلاينت وملف الفواتير، في شيء اسمه بسموه وان تو ماني ريليشن. اكيد اذا باللكشر الثاني بنحكي عن الكويري، كيف ناخذ معلومات او نكشف المعلومات. النوع الثاني من الريليشن هي وان تو وان. وان تو وان هي ريليشن بين اول تيبل وثاني تيبل، بس الشرط هون بده يكون اول فيلد هو برايمري كي وثاني فيلد برايمري. بعكس هيدي هون كان 1 برايمري كي وفيلد ثاني عادي. هلا الاكزامبل 1 تو 1 ريليشن هو استعمله قليل، ملف للمانجر مثلا مدراء، وملف ثاني للبرانش، يعني الفروع اذا بدك بنوك معينه. يعني اذا انا بعمل احصاء او بركب بروجرام لمجموعه من البنوك او بنك له فروع، فبعمل ملف انا لاسماء ومعلومات عن المدراء بهذا البنك، وبرجع بعمل انا ملف للفروع. بهالحاله ما بقدر اكون انا وان تو ماني، سبب مش ممكن يكون مدير لاكثر من فرع، لسبب مضطرين نعملها وان تو وان ريليشن. بهالحاله هي الاول فيد بكون 1 والثاني فيد كمان 1، يعني برايمري برايمري. بهذا الفيلد بحط معلومات عن المدير، اسمه، رقمه، تليفون، والادرس. بالمجموعة الثانية بحط رقم الفرع، موقعه، يعني لوكيشن تبعه، و employees number، عدد الموظفين عنده اياهم. اكيد هون في انا غير بالمعلومات وحط معلومات تانية، لكن اخذت انا هون رقم الفرع، اللوكيشن، فيك تحطوا ستريت اذا بتكونوا اكثر دقيقين، او اذا بدك تايتل، عنوان الفرع، اسمه، امبلوي نمبر، عدد الموظفين الموجودين. باختصار هاي معلومات عامة عن البرانش، وهي معلومات عامة عن المدير. بنتقل لنوع الثالث من الريليشن، وهي الريليشن هي ماني تو ماني. الماني تو ماني ريليشن اللي ممكن تكون 1 تو ماني باتجاه هذا و 1 تو ماني باتجاه الثاني. بهالحالة ما بقدر ركبها غير ما ركب لها تيبل بسموه جنكشن تيبل، وبكون من شروطه يحمل اثنين برايمري كي. ليش بعمل لها ماني تو ماني؟ لانه مضطر اعملها. مثلا اوبريشن، اعتبره في دكتور عم بيعمل عمليات، دكتور واحد بيعمل كذا عمليه، صار دكتور 1 والاوبريشن ماني. بس بالاوبريشن مش لحاله هو، فالاوبريشن 1 والدكتور ماني صار مضطرين اعملها 1 تو 1 باتجاه هذا و 1 تو ماني باتجاه هذا. لكن ماني تو ماني بعملها، بضطر لها لما بتكون 1 تو ماني من اول اتجاه و 1 تو ماني من ثاني اتجاه، بسموه ماني تو ماني. برجع بقول مره ثانيه، كلاينت انفويس ما بتسوى ماني تو ماني، لسبب انه الكلاينت 1 يعني زبون واحد بياخذ كذا فاتوره،
مش معقول تكون فاتورة لكذا زبون. بعكس الماني دكتور بيعمل كذا عملية، بس هاي العملية بنفس الوقت ممكن يكون أكتر من دكتور. لهالسبب بسموها هيدي ماني تو ماني. وهون بعمل ريليشن من الأوبريشن على الكي هيدا، وهون إذا بدكم من الدي أي دي على الدكتور. وان تو ماني وان تو ماني، الريليشن بتكون بين البرايمري كي هون وبرايمري كي، وهون برايمري كي برايمري كي، والطنار اثنين نعمل لهم اذا بدكم اثنيناتهم برايمري كي. اكيد هذا النوع من الريليشن بنلحقه اذا بدكم بتسجيل بعض فيديوهات بتحكي عن شرح مفصل ببروجرام الاكسس. يعني عم نحكي بشكل عام عن الريليشن اذا بنشرحها اذا بدكم نظريا. الشغل الثاني بهذا التابل الثالث هو جنكشن تابل، فينا نحط جواته رول، يعني شو اشتغل هذا الطبيب بهاي العملية وسالري قديت قضى مصاري. الفيلدات اللي بتنحط هون ما بنقدر نحطها وين مكان، يعني يا لو بتنحط هون حطيناها ولو بتنحط هون فينا نخليها، بس السالري هيدا معاش الدكتور بهاي العملية، فما فينا نحطها ما ثابتة حتى فوق. بنفس الشيء رول، شو اشتغل هذا الطبيب بهاي العملية، لهالسبب انه كل طبيب بكل عملية بيشتغل شغلة مختلفة. هون حطيت معلومات عامة عن الاوبريشن، وهون معلومات عامة عن الدكتور. المعلومات العامة عن الاوبريشن اخذت رقم العملية، نوعها، كوست تكلفت بشكل عام بالمستشفى، روم ورقم الروم. يعني هو بيضلوا ثابتين شو مكان اسم الطبيب وعمله. وهي معلومات عن الدكتور، شو اشتغل الدكتور ملحقا او بده يشتغل بضل نفس المعلومات. لكن هاي معلومات عامة عن الدكتور، هاي معلومات عامة اوبريشن، وهذا جمع بيناتهم. بهالطريقة انا شرحت بشكل سريع ثلاث نقاط بالاكسس، هي one to many relation primary key related key، one to one primary primary، many to many primary مع primary من خلال تابل تالي بسموه junction table، كمان primary من خلال junction table. Thank you.